كوكو، السلام عليكم مشاهدي الكرام، كي دايرين لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كلشي مزيان. نوريكم واحد القضيه، هذه البلاصه اللي سكنه فيها، اللي رحلت فيها، فيها الماء بزاف، دونك في العشيه تيطلقوا لنا واحد ساعتين ديال المكانه ديال الماء، دونك تنزل تنسقي بها الجرده. او ميم طون قلت هذا ندير الزربيه، نغسل الزرابي، بأننا كانوا عامره بالغبره والجوز هو سخون، قلت علاش لا، قلت نوريكم الدنيا. الما فابوره، ما تقولش لي بان تنضيع الماء، هما اصلا عاطيه لينا انا باش نزرع بيه، باش نسقي به الجريده ديالي، الجرده، وكاينه واحد هذاك الشجره ديالي بقيت تشوفها، ما عرفتش تشوفها ولا لا، لافوكا اللي درتها بيدي انا، عندها دابا شي 4 سنين، هذه راه رحلتها وعاد غرستها دابا، هذه شي 4 شهور، هذه كانت في لوكو. كاين الكرموصه راه هي فين تتكبر، المزرعات كبرت شي شويه، وكاينه حامضه هي اللي لهي، وهذه اللي هنايا الليمونه ان شاء الله باذن الله حتى تولي، يعني الليمون حتى ماكش انا شهر 9 انا ما اظن شهر وقت البرد فوالا. ولهيها كاينه هذه شي يقولوا ليها النوا، يعني القرقاعه، ان شاء الله ما تشوفوش حيت باقا صغار، كاين حدا عندي مرطار. المهم هذا ما كان بغيت نبارطاج معكم هادشي اللي قاعده تندير انايا، تندير الزربيه، نقي الزربيه، المصاب هذا هو الاهم، زوين حاجه زوينه اللي في هاد البلاصه هذه، فيها الماء، كيعطيك ساعتين ديال الماء، صابور تتخلص العام 4000 ريال، يعني فانغول العام، يعني زوين فانغول العام، الماء تتوقف لك، تتبقى البارح حكيت كاع هاد البالكو هذا، حكيتو من مزيان، والسراجم كلهم السراجم حكيتهم، ها كلهم حكيتهم البارح، وصافي ها هي تنقات لي هاد الزربيه هادي، والسراجم اليوم الجو زوين هائل، الجو ما سخون ما بارد، وقلنا نقولو شنو نديرو شويه ديال الميناج. كما معايا دابا راه الناس اللي عندهم الصهد يتشبعوا يجي يدوشوا بهذا الماء، هذا والله ما كرهت، انا اجي مرحبا بك ملي جاي يدوش معاك، ولكن جو عندي مع الخمسه ماشي قبل، لان الماء تيطلقوه مع الخمسه، مع الخمسه تيطلقوه. تندير الكراطه بحال المغرب، اه والله ما بغات تدوز قاطعه ما تدوش، شفت انا في البلاد تنديروها بحال هكذا، امي الله يرحمها كانت تدير الزربيه السطح، تديرها بالكراطه تتحيد منها هذاك وي اللي كاع ما كتن فيه مزيان. اواو تنتقاتل ما يدخلش ليا الدار اب، تيبان ليا والو، ما تيبان ليا مع الشحه، ما تيبان ليا حتى شي حاجه، والله ما تيبان ليا شي حاجه. المهم مشاهدي الكرام، بغيت غنوريكم نبارطاجا معكم هذا الفيديو هذا، نوريكم بان هنايا عندنا واحد هذه المنطقه اللي ساكنه فيها انا، تيعطيونا الماء فابور واحد ساعتين، ماشي فابور تيعطيني انا ساعتين بالمكانه فابور، يعني وتنخلصو العام 4000 ريال فانغول العام. الو اوكي باسكال، تي فيرمي لو؟ Non. Il n'y a pas d'eau. C'est fini. Regarde, non. Regarde ton tuyau. Regarde. Ah oui. Doucement. Aide-moi un petit peu, non, merde. Mais non, attends, t'as pas à téléphoner quand tu fais le... Oh putain. Ok. Ah, tuyau comme... Le walier tuyau. Oh merde. Le walier tuyau, ça me fait lire. Oh, il est lire le dire. Oh, ma captiche. مرد نصدي عليا الباب، ناري يا اختي، ناري على الرجاله ديال تاخر الزمان، الله العظيم الا تاخر الزمان. تخلعت وانا زعما كملتش، وما تيعطوك باقا ساعه المكانه، هيا
يا عييت والله تعييت ودرت بزاف د الحوايج. المهم المشاهدين الكرام هذا ما كان بغيت نبارطاجي معكم اليوم، هذا الروتين اليومي اللي تيقولوا ديال الميناج ديال سلطه الزربيه، وهذا بغيت نوريكم وصافي هذه الطريقه هذه، لان الماء عندنا فاور في هذه المنطقه هذه ديال الحاجه الزوينه 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 اللي تنستافدوا منها. المهم تتزبي يعني على الاقل تتكون عندك الخضوريه في الجريده وما تتخلصيش بان ولك تتخلصي لا طلقتي المساء المكانه راه يعني فوختينا. هذا مكان مهم مشاهدي الكرام، لا عجبتكم يعني الفكره ولا عجبتكم ولا عجبكم الفيديو ما تنسونش باللايك والاشتراك، وان شاء الله نتلقاو في فيديو ثاني ان شاء الله باذن الله وقنا في الحياه يا رب يا رب يا رب. وتنتمنى التوفيق للجميع وعطله سعيده للجميع يا رب، نتلقى في ساعه الخير ان شاء الله باذن الله الى فيديو ثاني يا رب. يلا السلام عليكم، وشكرا بزاف الناس اللي تدعموني، يلا باي باي.